في إطار متابعتنا في القناة الأولى لمؤتمر المناخ في دورته 27، معنا طبعا لقاء مهم جدا للدكتور محمود محي الدين، وهو رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير وألف شكر للاستضافة الكريمة. يا أهلا بحضرتك معنا في صباح الخير يا مصر. احنا خلاص كلها يعني ساعات معدودة وينطلق المؤتمر في نسخته 27، ومصر عملت دور كبير جدا. نجاح هذا المؤتمر يا فندم بيتوقف على حاجتين، النجاح في التنظيم والنجاح في فعالية هذا المؤتمر. لو نتكلم عن التنظيم في البداية، يعني البعد التنظيمي أكيد حضرتك يعني مريت وشفت مع الإخوة الزملاء وشفت مدى الإعداد والتجهيز ليس فقط للمواقع المختلفة اللي هتتم فيها فعاليات المؤتمر، ولكن أيضا في هذه المدينة الخضراء المتطورة مدينة السلام شرم الشيخ بحسن استعدادها لهذا اللقاء والتجهيز لهذا المؤتمر وللقمة. طبعا خد جهد وخد استثمارات ضخمة، وأنا بقول استثمارات لأنها لها عائد، عائد مستمر معنا لفترة طويلة، سواء كان التجهيز في تطوير البنية الأساسية في مجالات الفندقة، في أماكن الاستضافة، في قاعة المؤتمرات اللي كانت جيدة فأصبحت أكثر تميزا واستعدادا. ده بالنسبة لموضوع التجهيز، وأتصور أنه يعني على مدار الساعتين ثلاثة اللي أنا يعني اتكلمت فيهم مع بعض المشاركين في ارتياح كبير جدا للإعداد وللتنظيم والأماكن المعدة للمتفاوضين، فهذا يعني مؤتمر للتفاوض ومؤتمر أيضا لتنفيذ التعهدات، التفاوض على بعض البنود بما في ذلك حتى جدول الأعمال هو الذي يشغل الآن الجانب الرسمي من المؤتمر في أن يكون جدول الأعمال معبر عن تطلعات ومصالح الدول المختلفة، وباعتباره أنه هذا المؤتمر وهذه القمة تعقد في دولة عربية إفريقية متوسطية لها أواصر وطيدة بالعالم أجمع، فتتصور أنه هذا الجدول الأعمال سوف يكون متوازنا إن شاء الله. طيب الخبراء بيتوقعوا أن هذه القمة هي القمة الأخيرة من حيث أنه لابد أن نجد آلية لتنفيذ ما تم الاتفاق. صح، أنا شوف يعني لو بنتكلم من القمة الأشهر التي شهدت اتفاق باريس في 2015، قبل هذه القمة وكانت القمة 21 كانت في قمم سابقة عليها فيها تعهدات كبيرة وكثيرة ومتنوعة، منها حتى معاهد بالتمويل من أيام كوبنهاجن في 2009 ومن 92 من أول قمة الأرض في دي جانيرو. مظبوط، ولكن أنا بقول حتى على الاتفاقات اللي أنت ممكن تعتبرها اتفاقات ملزمة، ليست فقط تعهدات بيجي فيها مسؤول يقول كلمتين وبعدين بعد كده ما بيكونش في آلية للمتابعة، حتى آلية للمتابعة المحلية بالنسبة لي، لكن كمان انه من منذ 2015 حصلت تعهدات كثيره وتاكيدات سواء من اطراف حكوميه او اطراف غير حكوميه. المشكله حقيقه انه وجدنا انه في عدد من هذه التعهدات يعني ذكر بمناسبه انعقاد مؤتمرات ولكن ليس مصحوبا لا التمويل ولا آلية التنفيذ، وبالتالي ان التاكيد منذ البدايه في الاعداد عندما يعني تم تسميه مصر بانها الدوله التي سوف تستضيف هذه القمه، يمكن حضرتك تابعت التصريحات الاولى من سياده رئيس الجمهوريه بان هذه القمه هي قمه لانفاذ التعهدات والتطبيق على الارض لما وجدناه متراكما من تعهدات على مدار سنوات طويله. طيب في قمة من القمم وتحديدا في قمة بيتسبرغ أحد السادة الأفارقة الأشقاء الأفارقة قال إن إحنا بنعول كثيرا على هذه القمة ومش بنعتبر إن هذه القمة في مصر، دي في أفريقيا، يعني هذه القمة تمثل أفريقيا، وقال نقطة مهمة جدا، هذه التعهدات كيف ستنفذ؟ هل هذه التعهدات ستنفذ في شكل منح مثلا أو ستنفذ في أي شكل أو في شكل استثمارات؟ فتوقعات حضرتك لهذه الاستثمار هذه المنح ستنفذ في أي شكل؟ مسألة التمويل يعني شوف بصراحة هي معضلة كبيرة، إن في 2009 ما حصل التعهد بالمئة مليار دولار الشهيرة لم يتم الوصف الدقيق لنوع التمويل القادم، هل هي منح؟ هل هي هبات؟ هل هي استثمارات؟ هل هي قروض؟ هل هي قروض طويلة الأجل أم ائتمان قصير الأجل؟ فللأسف يعني بسبب هذا الأمر الذي لم يكن
يعني منضبطا عند صدوره، ونحن نحاول أن نتعظ بهذه التجربة، لأن مصر كلفت مع القمة السابقة قمة جلاسكو مجموعة من أفضل الخبراء والقائمين على صياغة وتنفيذ السياسات حول العالم أن يعدوا تقرير للتمويل بكافة مصادره، وأن يكون هناك محددات واضحة لماذا بماذا نقصد تحديدا بالتمويل الذي يأتي من الدول المتقدمة، حتى لا يحدث مثل هذا اللبس. يعني 100 مليار في تقرير المتابعة طلعت السنة اللي فاتت بتقول أنه 79% تم تحويله، وده رقم لا بأس به يعني، ولكن الجهات ومنظمات شهيرة ولها آليات جيدة للحكم على الأمور زي أوكسفام مثلا قالت أن هذا الرقم لا يتعدى 20% في أفضل الأحوال، وبالتالي إحنا محتاجين في أي نوع من أنواع الترتيب بقى لما هو قادم لما بعد عام 2025 بنأكد على أمرين. الأمر الأول أن هذا التمويل يجب أن يكون مستمرا ومنضبطا، علما أنه حتى لو أتى فهو لا يشكل أكثر من 3 أو 5% في أفضل التقديرات على الاحتياجات السنوية لتمويل الدول النامية باستثناء الصين، باعتبار ان الصين ممكن تاخد بالها من نفسها في موضوع التمويل. يعني ده افتراضات وهتتعمل لها يعني مراجعات في اطار القمة، لكن محتاجين نشجع الاستثمارات الخاصة، ومحتاجين نشجع التمويل طويل الاجل الذي به عنصر منها عالي. طب ده خلينا نتكلم عن اهمية وجود شركات التمويل في هذه هذا المؤتمر. هو طبعا احنا بنبدأ من مصر، إن بنتكلم عن مشروعات خضراء لها فرص للتطور ولها فرص للتمويل، وعملنا في إعداد هذا المؤتمر على 3 مستويات صراحة عدة أمور عملية للتعامل مع ملف التمويل. واحد إن احنا في إطار المحافظات الجمهورية عندنا عدد من المشروعات سوف تعرض مزاياها لإمكانية تمويل إضافي، لأن عدد من المشروعات بالفعل موجود على الأرض ومحتاج إما للتطوير أو زيادة الحجم أو لتنقل فكرته إلى خارج البلاد. ومنذ يومين كان في مؤتمر مهم عقد تحت رعاية رئيس الجمهورية سيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وأيضا بحضور دورة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد كبير من الوزراء، طبعا بما في ذلك الوزارات المشتركة في الإعداد، التنمية المحلية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء. مظبوط. وأتصور أن هذه المبادرة يعني الميزة فيها أنها مستمرة معانا، الواحد برضو يتكلم هل أنت بتعمل مؤتمر وخلاص، ولا بتبقى في حاجات هتستمر معاك لأنك استفدت من التجربة ومن الخبرة الدولية، فدي واحدة منها. البعد الثاني على مستوى الإقليم الدولي، مصر عملت أمر غير مسبوق آخر بأن احنا جهزنا الأقاليم الاقتصادية الدولية بالتعاون مع الأمم المتحدة بأنها تجهز المشروعات، لأن على قصة الشركات ومؤسسات التمويل حضرتك ذكرتها بيقولوا احنا عندنا التمويل بس ما عندناش قائمة بالمشروعات. فكان من واجبنا ان احنا نقول لا، ان عندك التمويل حقا، طب واحنا عندنا قاعدة البيانات وعاملين خريطة لهذه المشروعات. بالضبط، هيتم عرضها في عدة جلسات مش في جلسة واحدة، بما في ذلك اليوم المهم الخاص بالتمويل وهو اليوم الثالث من المؤتمر. عالميا هو الموضوع بقى اللي قلت حضرتك عليه، موضوع الإطار العالمي للتمويل وايه ما بعد تعهد كوبنهاجن صاحب ال 100 مليار هيتطور ازاي مستقبلا. طيب هل تفرض التطورات العالميه امور جديده على كاب 27؟ طبعا، يعني انت اما بتعمل مثل هذا المؤتمر يعني الاوضاع في العالميه لحضرتك بترجع كده حتى لمقتطفات الصحف في 2015، الدنيا لم تكن بهذا التوتر، لا كان في ازمه كورونا جائحه عامة العالم، ولا كان عندك حرب موجودة، كان في مشاكل اقتصادية من الأمور المعتادة، كان في توترات جيوسياسية من الأمور المتعارف عليها، لكن إحنا بصراحة في وقت حرج سواء من ناحية الأبعاد السياسية الدولية أو ما يرتبط بالأزمة الاقتصادية المرتبطة بما اتخذ من إجراءات للتعامل مع الجائحة. و طبعا حضرتك تابعت وشفت بعض حلقات كلمتوها واستضفت خبراء كلموا عن سلاسل الامداد وعن تاثير صحيح. حرب اوكرانيا الطاقة. فانت هنا وانت بتعد هذا المؤتمر ما تقدرش تتكلم بس عن موضوع تغيرات المناخ، الفلاح، المزارع، الصانع، المستثمر، الأسرة العادية بتقول طب ايه علاقة هذا الموضوع بالازمات الكبرى اللي احنا بنشوفها. اولا انه العمل المناخي من الممكن ان يكون جزءا من الحل، بمعنى طب تتكلم في العمل المناخي عبارة عن ايه؟ عن طاقة،
جديدة ومتجددة وبتخفض من الأسعار وبتنوع من مصادر الطاقة، فبتأمنك على المستقبل انك انت لا تعتمد على مصدر وحيد للطاقة. ايضا كلما خفضت التكلفة كان ذلك له عائد جيد على الأسر وعلى القطاع الإنتاجي في الدولة. اما نعرف النهاردة مثلا بفضل الاستثمارات الكبيرة وزيادة وضخامة الإنتاج في مجالات الطاقة الشمسية، تكلفة محطات الطاقة الشمسية النهاردة او تكلفة يعني إنتاج الوقود والطاقة من مصادر شمسية اقل مما كانت عليه من 10 سنين بحوالي 90%. وكلما هنتوسع كلما التكلفة هتقل. بالضبط، فده واحد من الحاجات. بس اهم حاجة انك تستفيد من هذه الوثبات الكبرى التكنولوجية التي تجعل هناك يعني تخفيض أكبر في التكاليف. الحاجة الأخرى في موضوع الغذاء وزيادة أسعار الغذاء. طيب أنت بتتكلم عن مجالات للتكيف، الأول كان تخفيف ده مرتبط بالطاقة. الموضوع الخاص بالغذاء هو بيتكلم عليه على المية وعن الإنتاج الزراعي وعن الغذاء وكيفية توصيله، زائد بقى حماية التربة من التصحر وحماية الأرض من الجفاف والمشروعات. يعني أهالينا مثلا في مصر في شمالها بيشوفوا مسألة التأثر بملوحة التربة زيادة. صحيح. خاصة في المناطق الشاطئية بتأثر على التنوع البيولوجي كمان. بالضبط، والتأثير على التنوع البيولوجي، وده مهم. وفي يوم كامل حضرتك شايف على موضوع التنوع البيئي والتأثيرات عليه، وده هيسمع في متابعة هتتم في خلال أسابيع في كندا، لأن عندها المؤتمر الدولي اللي بيستضيف الأبعاد البيولوجية والأثار البيئية المرتبطة بها. كل ده كلمت تخفيف، كلمت عن التكيف، كلمت عن الخسائر والأضرار زي أشقائنا في وإخواتنا في الباكستان اللي تعرضوا لأزمات شديدة. صحيح. كل واحدة من دول لها حل تكنولوجي وحل عملي، لكن محتاجة تمويل. فحضرتك هتجد ملف التمويل ده مشرف دائما في كل الأمور. صحيح. من أين تأتي بالتمويل؟ وده يمكن كان سؤال حضرتك الأولاني. هتحول إزاي التمويل ده للاستثمارات؟ الاستثمارات دي هترتبط بأي مشروعات؟ هذه هي التساؤلات الكبرى اللي بتربط أمورنا الحياتية اليومية بموضوعات. لو حضرتك بتتابع بقى، أنت قلت موضوع الأرض وقمة الأرض من ريو ثم متابعتها، ريو زائد 10 أو ريو زائد 20، كان الكلام بيتكلم عن مستقبل العالم بعد 50 سنة وبعد 70 سنة وعلى نهاية القرن. لا، المشاكل اللي كان مستشرف انها تقع على أزمنة بعيدة أصبحت الآن مشاكل حالة وراهنة، وأصبح العلم بيؤكد ما نراه يعني رأي العين في حياتنا اليومية. طيب عظيم. احنا دلوقتي بنتسلم الرئاسة. صحيح. لمدة عام بقى. لمدة عام ان شاء الله. يعني خلال السنة اللي فاتت احنا اتكلمنا دلوقتي عن المبادرات الداخلية اللي مصر عملتها. ازاي مصر قدرت تروج لهذه المبادرات في الخارج؟ وطبعا بالتعاون مع المؤسسات المختلفة في مصر، وزارة الخارجية، الأجهزة المختلفة، الوزارات القطاعية، والتعاون مع الأمم المتحدة، قدرنا ان احنا يعني اولا نستشرف الأولويات بالنسبة لموضوعات الاستثمار والتمويل وموضوعات العمل المناخي. الموضوع الثاني مهم جدا انه في اطار اعدادنا للمشروعات قمنا ايضا بترويج لمشروعاتنا. يعني انت بتروح لدوله زي امريكا، دول امريكا اللاتينيه، لدول اسيا، لافريقيا، لمجموعه دول الشرق الاوسط، وايضا دول اوروبا ذات الاسواق الناشئه في اوروبا. كل مره كانت مناسبه ان احنا بنعرض فيها ايضا فرص الاستثمار عندنا، فكان ده نوع من انواع الترويج لمجالات الاستثمار المشترك قام بها الساده الوزراء المعنيين والجهات المعنيه. واعتقد ده اتى بثماره خلال الفتره اللي فاتت، شفنا كثير من الاتفاقيات اللي تم توقيعها في المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس لمشروعات الهيدروجين الاخضر وخلاف. بالضبط. هنا بقى ده جهود دوله ورعايه رئيس الجمهوريه بنفسه، خاصه للموضوع الأهم واللي حضرتك هتشوفه مسمع بقوة في هذا المؤتمر عن موضوع الهيدروجين الأخضر. إن عندنا في مصر ما يقترب من حوالي 15 مذكرة تفاهم. نتوقع أنه على الأقل 2 أو 3 منها يتم التعاقد عليها رسميا في أثناء هذا المؤتمر أو ما بعده. دي ما تشوف حضرتك الجداول الزمنية لتدفق الاستثمارات المرتبطة بهذه المشروعات هي بمليارات على مدار الفترة القادمة. طبعا هنستنى لحد ما التعاقدات يعني يفصح عنها والجدول الزمني، ان احنا بنتكلم على التزام مع تمويل. عظيم. اخيرا دكتور محمود، ما هي مكتسبات مصر من وراء تنظيم هذا المؤتمر في شرم الشيخ؟ اولها كل ما ارتبط بالاستثمار والمشروعات.
الامر الثاني طبعا بعض الناس يعني على حسب بقى كل من تساله، يعني زي الاخ اللي احنا اتكلمنا معاه الشغالين في الفندقه واعمال السياحه سعداء بهذه الحركه والنشاط، السياسيين والمعنيين بالعمل الدبلوماسي سعداء بان يكون لمصر هذه الفرصه انها ليست فقط تعبر عن وجهه نظرها ان ده دائم ومستمر، ولكنها ان تكون هي المنصه والمحطه التي تتبلور فيها الافكار والافعال للمستقبل. بالنسبه للمستثمرين والتمويل وهذا المجال، هو النهارده مساله الاستشراف لمشاركات تتم على الارض في مشروعات اما هي موجوده فتحتاج الى زياده للتمويل او للمجالات التي يمكن ان نستشرفها وندخل فيها من جديد. وانت شايف حتى ان بعض الدول الشقيقه في المنطقه استفادت من وجود هذا الزخم والتواجد، وقامت ليس فقط في اطار وجودها في اماكنها المعده حول المؤتمر في اماكن العرض، ولكن هناك بالضبط انه في عدد من الدول قامت بما يزيد عن ذلك. ده شيء عظيم، وان احنا محتاجين ان نكون جزء من هذا النفع والتطوير، وده يعني الحمد لله من مزايا بلدنا انه يعني خيرها يعني يكون لها ولكل العالم. كل الشكر لحضرتك يا فندم، شرفتنا ونورتنا، وكل التوفيق لحضرتك طبعا في الفتره اللي جايه. دكتور محمود محي الدين، رائد المناخ للرئاسه المصريه للمؤتمر المناخ، شكرا جزيلا. اشكرك شكرا جزيلا. شكرا.